أبرز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالذكرى 68 لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، والذي يوافق 25 من يناير من كل عام. ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن مصر ضد الإرهاب الغاشم، إلى جانب تكريم بعض النماذج المميزة في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 في 8 محاور أساسية. وأوضحت السعيد أن مصر جاء ترتيبها في المركز 93 في مؤشر التنافسية العالمي، كما أكدت أن اقتصاد مصر في حالة تحسن مستمر بشهادة التقارير والمؤشرات الدولية، كما أنه حاز على ثقة البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نفس السياق أشارت الوزيرة إلى أن البنك الدولي توقع في تقرير الأفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8% خلال العام المالي الحالي. دعا وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية في لبنان إلى تأمين سلامة المواطنين المشاركين في المظاهرات السلمية. وأضاف بومبيو في تصريح له أنه لا مكان للعنف والأعمال الاستفزازية في الحوار المدني، مشيرا إلى أن اختبار الحكومة الجديدة في لبنان سيكون من خلال أفعالها وباستجابتها لمطالب الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، مؤكدا أن الحكومة التي تكون ملتزمة بالقيام بإصلاحات حقيقية هي فقط التي تستطيع استعادة ثقة المستثمرين وإفساح المجال لعودة المساعدات الدولية للبنان. أعلن مسؤول أفغاني أن مسؤولا بإدارة الاستخبارات لقي حتفه فيما أصيب آخر إثر كمين نصبه مسلح حركة طالبان في إقليم هلمند جنوبي البلاد. وأوضح المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم في تصريحات له أن الهجوم وقع أثناء عودة المسؤول الذي كان يرأس المكتب الصحفي لإدارة الاستخبارات في الإقليم إلى منزله، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد مرتكبي هذا الهجوم. ومن جانبه أعلن المتحدث باسم حركة طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم. ورياضيا، يواجه اليوم فريق ليفربول المحترف ضمن صفوف المصري محمد صلاح فريق ولفرهامبتون في 10 مساء، وذلك في إطار منافسات الأسبوع 24 بالدوري الإنجليزي. هذا ويدخل ليفربول اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، فيما يحل ولفرهامبتون بالمركز السابع برصيد 34 نقطة.